النهارده هنعمل ساندويتش جمبري بالكاري. مكونات ساندويتش جمبري طبعا صغير متقطع ويعني بتقشر وبتنضف، مستردة، مايونيز، كاري اصفر، وبصل متقطع جوليان. هنبتدي الاول بالبصل في شويه زيت، رشه ملح، بعد كده نحط الجمبري، والكاري، نحط شوية مرقة أو شوربة فراخ، سيبناه يستوي شوية، نرفعه من على النار، نحط معلقة مستردة، معلقة مايونيز، ونقلب. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش جمبري بالكاري، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.